اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصه. معنا اليوم ضيف مميز وهو المهندس هاني الشريف صاحب شركه بترا للتطوير العقاري. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. بدايه سيد هاني الشريف، حدث المشاهدين عن نفسك، من هو السيد هاني الشريف؟ اول شيء اهلا وسهلا بالجميع، اهلا فيكم شركتنا الصغيره. احنا شركة بترا للتطوير العقاري، شركة بتختص في امور الصيانة وادارة المشاريع، الصيانة العامة اللي بتشمل كل القطاعات الكهربائية، البنية التحتية وكل ما يلزم قطاع المنازل والمصانع والمنشآت التجارية. وهذا اول قسم عندنا. والقسم الثاني هو المشاريع التجارية والصناعية من ديكورات داخلية ونجارة وكل القطاعات. يعني سيد هاني، هذا بما يتعلق بالشركة وأقسامها. نعم. يعني سيد هاني الشريف، يعني بالحديث عن شركة بترا للتطوير العقاري، حدثنا عن من أين جاءت فكرة إنشاء هذه الشركة وعن بدايات إنشائها. والله إجت الفكرة من محض الصدفة ودعم من المحيطين فيي، خاصة زوجتي، وأسسناها الشركة هاي مجهودات شخصية عائلية، والحمد لله تفوقنا فيها ومشينا وهينا تمام الحمد لله. يعني سيد هاني الشريف، شركة بترا للتطوير العقاري شركة تحظى بسمعة طيبة. نعم. يعني بالتأكيد من خلال السهر والجهد والتعب، حدثنا عن أبرز الخدمات التي تقدمها هذه الشركة وبما تمتاز عن الشركات الأخرى. من فضل الله علينا احنا اخذنا امتيازات كبرى الشركات المحلية الداخلية عندنا وجهات حكومية، ونتميز عن غيرنا بسرعة سرعة الخدمة وسرعة الجودة وجودة البضاعة والكواليتي العالية للشركة تبعتنا احنا ومصداقيتنا في التعامل. يعني سيد هاني، حدثنا يعني عن اقسام شركة بترا للتطوير العقاري. اقسام شركة بترا هي قسم العملاء، استقبال المكالمات. بعد استقبال المكالمات عندنا احنا بصير عندنا احنا المتابعة الميدانية والكشف على الموقع. وبتحرك وراها على طول عندنا فريق الصيانة. بعد فريق الصيانة طبعا واستلام العميل لمشروعه بصير عندنا متابعة، قسم متابعة العملاء لإرضاء العميل واستقبال أي ملاحظات عنده على مشروعه. نعم، شيء جميل جدا. سيد هاني الشريف، يعني بالتأكيد كل شركة ومن خلال مسيرتها وعمر الشركة أعتقد مؤسسة من 2009 يعني تقريبا سبع سنوات يعني. نعم. عمر طويل طبعا. بالتأكيد واجهت صعوبات خلال جداً هذه المسيرة، يعني منذ إنشائها، قبل إنشائها وخلالها. حدثنا يعني لو أردنا تسليط الضوء على هذه المشاكل، حدثنا عن أبرز هذه المشاكل. المشاكل هي مشاكل الحكومية أكثر شيء إحنا. نعم. بتسيير أمور الشركة. نعم. من عوائق بتصيبنا إحنا كقطاع خدماتي في البلد. المشاكل هي مشاكل استيراد بضايع، دائرة الضريبة. نعم. التخمين، الضرائب الزايدة عن حدها كقطاع خدماتي حساس، نخدم كل الشرائح المجتمع وكل قطاعاته احنا. نعم. وهاي هي المشاكل اللي عندنا اللي بنواجهها اكثر شيء. نعم. يعني سيد هاني، لو كان لك صوت وسيتم إيصاله لأصحاب القرار داخل البلد، ما هو الصوت الذي تريد إيصاله؟ الصوت أو الملاحظات اللي إحنا حابين نقدمها ولا نوصلها للحكومة أو المسؤولين. نعم. تسهيل المعاملات على الموظفين وعلى أصحاب العمل. نعم نعم نعم. سيد هاني الشريف، يعني حضرتك صاحب مشروع خاص بك وأنت. نعم. من يعني بالتأكيد بمساعدة المحيطين بك. نعم. أنشأته. يعني حدثنا، يعني ما رأيك بالأردن كبيئة جاذبة للاستثمار؟ جدا جاذبة. نعم، حدثنا عن هذا الموضوع. بيئة الاستثمار بالأردن واعدة. نعم. وصاعدة وفي مستقبل
نعم. استثماري تجاري صناعي قائم. نعم. بس بدها مراعاة من نعم. من الحكومة، بدها بيئة استثمارية تسهيلية تشجيعية. نعم. من المسؤولين عندنا في البلد هنا انهم يجذبوا نعم. المستثمرين الخارجيين وتشجيع الداخليين عندنا. نعم. نعم. شركة بترا للتطوير العقاري يعني شركة تحظى بسمعة طيبة جدا. نعم. وعلى أثرها يعني نحن الآن موجودين يعني بسبب هذه شكرا السمعة الطيبة. شكرا. هذا حدثنا سيد هاني، يعني ما سبب هذه السمعة الطيبة؟ من أين جاءت هذه السمعة الطيبة؟ من المصداقية. نعم، أولا وآخرا المصداقية. مصداقية التعامل، شفافية نعم. التعامل. نعم. سرعة الاستجابة ومناسبة الأسعار عندنا إحنا. نعم. نعم. حدثنا يعني بما أنك تطرقت لموضوع الأسعار، حدثنا عن الأسعار التي تقدمها شركتكم، يعني وهي يعني تعتبر نوع من أنواع الخدمات التي تحدثنا عنها. الأسعار عندنا إحنا حسب تطلبات أو متطلبات العميل عندنا إحنا. نعم. نغطي كل الشرايح، نغطي كل الميزانيات الأشخاص عندنا إحنا. ممكن نساعد، ممكن نساهم مع العميل تبعنا إذا بحاجة إنه خدمة نقدم له إياها مش باستطاعته المادية تقديمها أو توفيرها لنا، ممكن إنه نساهم معاه بجزء من المال أو بإعفائه لوجه الله تعالى. هذا شيء جميل جدا يعني. نعم. هذه خدمة جميلة. نعم. للمحتاجين طبعا. نعم نعم نعم. سيد هاني الشريف، ما الرؤية المستقبلية لشركة بترا للتطوير العقاري طبعا متمثلة بحضرتك سيد هاني؟ الاستمرارية والمصداقية. نعم. الاستمرارية فقط. الاستمرارية هي الرؤية المستقبلية لهذه الشركة. نعم نعم نعم. يعني لولا نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها بلدنا الحمد طبعاً. لله لما استطعنا إنشاء هذه المشاريع وتطويرها وصناعة طبعاً. هذا الاسم، حدثنا عن نعمة الأمن والأمان داخل بلدنا الأردن الحبيب. هاي من غير هالنعمة الأمن والأمان اللي إحنا من فضل الله بننعم فيها بهالبلد الطيب. نعم. بوجود هالناس الطيبين إحنا قطاع خدماتي ما بدنا نوفره. نعم. للعميل تبعنا إحنا قطاع خدماتي، وعندنا غير الصيانة إدارة المشاريع. نعم. ومن ضمن مشاريعنا هي سهر والدوام مواظبة العمل على 24 ساعة. من غير نعمة الأمن والأمان في البلد عندنا ما بنقدر نتأمل أو نقدر نستمر في عملنا إحنا كقطاع. نعم. تحركنا بأي ساعة على مدار اليوم. نعم. بدون نعمة الأمن والأمان عندنا في البلد إحنا كمعدات، كموظفين، كمواد أولية عندنا إحنا. نعم. غير نعمة الأمن، الله يديم الأمن والأمان إن شاء الله، ويديم سيدنا على رأسنا من فوقنا يا رب إن شاء الله. يعني سيد هاني الشريف نحن نفتخر بك، يعني كونك استطعت انشاء مشروع خاص بك، ويعني تحرك من لا شيء ولم تعتمد. نعم من لا شيء بالتأكيد. نعم من يعني لا شيء. من دعم الاشخاص المحيطين، دعم شخصي. نعم نعم. يعني نحن نفتخر بهذه الشخصيات، ونريد ان ناخذ منك كلمه رساله توجهها للشباب العاطل على العمل الذي يبحث عن وظيفه من خلال الشهاده فقط، وتوفير ويعني الضغط جميعه على الدوله وليس على المجهود الشخصي. نعم. يعني نعم. نحن حضرتك نموذج نعم. رائع نعم. نحتذي به. من فضل الله. نعم. أسسنا هالشركة واستمرينا فيها وتطورنا وكبرنا. نعم. من لا شيء أسست الشركة وما عندي شركة. نعم. في البيت. نعم. ومن لا شيء مجهود شخصي ومثابرة وسهر وتعب كبرنا فيها، اشترينا سيارة وكبرنا، أخذنا محل صغير، أخذ مستودع صغير. نعم. حطينا فيه وشوي شوي كبرنا، وصلنا أصحاب شركات وأصحاب مصانع، وأنا للعلم عندي مصنع تاني كمان بسحاب في المدينة الصناعية. نعم. وأنا لا كنت لا أملك شيء. يعني أنا يسعدني أنك تطرقت لموضوع مصنع مواسير الكرتون. نعم. حدثنا قبل الحلقة. نعم. يعني هذا مشروع آخر إلى جانب مشروعك، حدثناها بكلمة أو كلمتان، يعني دعم للشباب. دعم للشباب. نعم. دعم للشباب. المصنع هذا كان مصنع عائلي ورثناه عن والدنا رحمة الله عليه. نعم. واستمرينا فيه قائم من سنة 83. بس أنا بدي أحكي للشباب إنه بالمثابرة والجهد والتعب. نعم.
نعم. توافق بين مصلحتين او شغلين بايدك هذا تعب، هذا بده سهر. نعم. بس بحكي للشباب انه شركه الحاليه اللي احنا هلا فيها اسستها ثانويه وانا لا املك شيء من حقها لعلما انا وصلت للي انا وصلت فيه حاليا. فتعب وسهر، حتى لو ما كان معك شهاده ممكن انت تاخذ دوراتك، تاخذ شهاداتك. نعم. تدريباتك ما شاء الله عندنا مؤسسات في البلد هون ممكن توظف لك خبراتها وتعلمك، مؤسسه التدريب المهني ومثلا سلطه الطيران، هندسه صيانه الطائرات مثلا على سبيل المثال ليس الحصر. نعم. لغير المستكبدين شروط الشهاده الثانويه حتى. نعم. ويعتمد عليها والله الحمد لله. الحمد لله. يعني سيد هاني الشريف، يعني بنهاية هذا اللقاء يسعدني أن أخذ منك كلمة معايدة للشعب الأردني ولجلالة سيدنا بمناسبة حلول العام الجديد. ينعاد هالبلد ألف خير ونعمة وفضل وديم الأمن والأمان علينا بتوجيهات سيدنا جلالة الملك، وينعاد عليه كل عام وهالبلد بخير. سيد هاني شكرا لك، يعني كونك نموذج رائع يحتذي به الشباب. شكرا لدعمك الإعلام وشكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لك.